السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ واش تعاودوا كلشي مزيان؟ شكرا اخوت على التعليق اللي كتخليونينا وكتفرحونا بها، شكرا اخوت بزاف. والناس اللي ما مشتركاش تشترك اخوت، هذه هي الوقت. ومرحبا بكم اخوت كاملين، وتحيه خاصه للجاليه المقيمه بالخارج والناس اللي كاينين في امريكا، وتحياتي للناس كاملين اللي كاينين في الدول العرب، اخوتنا المغاربه اللي كاينين معنا، تحياتي لكم الخوت. اليوم جيناكم بهذا العود هذا كما كتشوفوا الخوت، اللهم بارك، عود مليح تبارك الله، عنده سن 5 سنين. المرقده الخوت ديالنا واحد ديال جديده، ما عندوش الوراق. بالنسبه للثمن الخوت 15,000 درهم، يعني 1.5 مليون. اللي بغى الخوت، هذه النمره راه كاينه في الشاشه، دخلوا صنعوا عليه. وتحياتي لكم الخوت.